شكرا جزيلا سيد ناصر. أود أن أعبركم عن عميق امتناني على طيب الحفاوة والوفادة. في الواقع يطيب لي أن أكون أول وزير أوكراني يزور المغرب منذ إقامة علاقتنا منذ حوالي 31 سنة خلت، وأنت القادم وأتطلع إلى أن تكون القادم لنرحب بك في أوكرانيا لتصحيح أخطاء السابقين الذين لم يولوا كبير اهتمام للفرص التي يزخر بها أوكرانيا والمغرب على حد سواء. جئت للمغرب وهذا أول بلد في زيارتي في جولة الإفريقية، وكان اختيارا مقصودا أبدأ بالمغرب بالنظر إلى كل العلاقات الطيبة التي ما فتئت تجمعنا. وجئت هنا لأفتح الباب لمؤسسات أخرى حكومية وسياحية وطلابية وقطع الأعمال من المغرب إلى أوكرانيا ومن أوكرانيا إلى المغرب لنعمل سويا من خلال هذا الباب ولنفتح أبوابا ونوافذ إضافية. والمحادثة التي خضنا فيها اليوم تبين بأن الاحترام المتبادل هو مهم، وخصوصا التزامنا لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر. نعم لقد تناولنا الكثير من القضايا الثنائية وأيضا الإقليمية، وتحدثنا بشكل كبير عن إفريقيا، ونرى الإمكانية المغرب كمدخل لإفريقيا. ولكن أولا أود أن أقول وأن أنقل التحيات الحارة لكل أولئك المغاربة الذين درسوا في أوكرانيا على مدى السنوات والذين عادوا إلى المغرب لمواصلة حياتهم، والذين يتذكرون في قلوبهم أوكرانيا، والذين لهم احترام كبير وتقدير لأوكرانيا في قلبهم. وأود أن أطمئن أيضا الآباء والطلبة الذين درسوا في أوكرانيا والذين انقطع دراستهم بسبب الاعتداء الروسي، وسوف نسعى سعينا ونبذل جهدنا لإعادة المسار التربوي لهم. نحن نثمن الطلاب المغاربة، ونحن سوف يسرنا أن نراهم مجددا في أوكرانيا، وحتى نود أن نرى مزيدا من الطلبة في أوكرانيا. إنها فقط الحرب والاعتداء الروسي ضد أوكرانيا هو الذي قطع هذه العلاقات الطيبة بين الشعبين. نحن أيضا اتفقنا مع السيد ناصر اليوم على أن نجري خطوات جيدة من أجل تيسير التجارة والعلاقات بين شعبينا وبين بلدينا، ومن ثم سوف اتفقنا على أن نجري مشاورات في هذا الاتجاه من أجل التجارة وبين أوكرانيا والمغرب. كل هذا يتم الآن ويجري في خلفية حرب، وأود أن أعبر عن امتناني لحكومة المغرب على الدعم والسند الذي قدمه لأوكرانيا على المحافل الدولية، وخصوصا في الجمع العام للأمم المتحدة، حيث صوت المغرب على قرار مهم يسعى إلى إعادة وتكريس الأمن في أوكرانيا. بالفعل ناقشنا مختلف المقترحات حول كيفية إعادة إرساء الأمن والسلام في أوكرانيا، ونرى بأن كثرة المقترحات، تفق مع زميلي، كثرة المقترحات قد لا تكون مفيدة، ومن ثم فإن أوكرانيا تقدم للمجتمع الدولي تدعوه للتركيز على مخطط السلام المقترح من قبل أوكرانيا وكما قدمه السيد رئيس زيلينسكي، ويتضمن 10 نقاط للتعاطي مع الأمن والقضايا القضايا الإنسانية وأيضا قضايا
النووي. وسوف نواصل الحديث مع المغرب بهذه في هذه النقطة. ونقطة أخرى مهمة كانت هو الأمن الغذائي، ونحن نتفهم مدى أهمية الأمن الغذائي، وأوكرانيا تريد أن تبقى ضامنا ومزودا للأمن الغذائي لفائدة العالم كله بما في ذلك أفريقيا. وبالمناسبة قيل لي بأنني أحضرت معي الأمطار، وهذا شيء جيد لقطاع الزراعة في المغرب، وترون بأن حتى في خضم هذا كله نقوم بجهدنا حتى يتسنى لمزارعكم أن يحصلوا على سنة جيدة. القضية الأساس إذن هي الوحدة الترابية، وبالنسبة لنا في أوكرانيا الوحدة الترابية هو مفهوم مقدس. ومن ثم فإحدى القضايا التي ناقشناها كانت هي تسوية مشكل الصحراء، ونحن نعرف بأن هذا مهم من أجل الأمن الإقليمي، وأوكرانيا تؤكد دعمها لمجهودات مبعوث الأمين العام من أجل حل مقبول يتماشى مع مبادئ ومقتضيات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة. ونحن أيضا نرى المخطط المغربي على أنه أساس جاد من أجل تسوية مشكل ونزاع الصحراء. شكرا لكم على استضافتي في مدينة الرباط، هذه المدينة الجميلة. زرت مسجد الحسن الثاني بالأمس في الدار البيضاء، وأيضا ضريح محمد الخامس اليوم هذا الصباح، وأنا خلف هذا لدي انطباع رائع للتاريخ العميق والثقافة المغربية. أود من الكثير من الأوكرانيين يأتوا هنا ويستمتعوا ببلدكم الجيد والرائع، وفي غضون ذلك نحن سوف نبذل قصارى جهدنا للالتزام بما اتفقنا فيه. ونسيت أهم نقطة لدي، هو أن وقعنا مذكرة اتفاق للتعاون بين أكاديمية أوكرانيا والأكاديمية المغربية. هذا هو استثمارنا برسم المستقبل حتى يتسنى لدبلوماسينا أن يتعلموا مزيدا من المعارف عن السياسة الدبلوماسية المغربية، وأيضا عن منطقة إفريقيا، وكذلك هذا ينسحب على دبلوماسيكم حول أوكرانيا. مجددا أشكركم سيدي الوزير على طيب الوفادة، وأتمنى التوفيق للشعب المغربي. شكرا لكم.